شخص هيحاول ينط على تعبك علشان خاطر ياخد الشكرانية من غير ما يعمل حاجة. يمكن في خلال الفترة أيضا شراكة جديدة تبدأ تحصل. نهاية الأسبوع أحذر إن الميعاد يفوت، لأن ده مهم جدا اللي انت تكون جاهز قبل فاعات الميعاد. مواليد برج العقرب، ان شاء الله بنتكلم على طاقات مهمة جدا، طاقات فيها خير ان شاء الله. بعض التحذيرات البسيطة، لكن بوجه عام ان شاء الله هتبقى فترة خير عليكم. قبل ما نتكلم على اي تحركات والطاقات اللي هتبقى متواجدة معاكم خلال الفترة، هطلب منكم الطلب المعتاد وهو الدعم عن طريق شير الاشتراك اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يوم 26 القمر هيبقى متواجد في البيت السابع، يوم 27 28 29 القمر في البيت الثامن. يمكن ده اكبر مشكلة هتقابلك هو اكتمال القمر على البيت الثامن، بيت مظلم. يوم 30 1 هيبقى القمر متواجد في البيت التاسع، بيت الحظوظ. يعني احنا بنتكلم على فترة بدايتها صعبة ونهايتها خير، عشان نبقى متفاهمين. بلاش التردد، دي نقطة مهمة، بلاش التردد، وإن التردد ياخد من عندك أو منك وقت أكتر من حقه. بلاش التردد، خلاص التردد تمام، فكرت جميل، قررت توكل. بلاش تخلي التردد ياخد وقت أكبر من وقته. احذر في التعاملات إن في شخص عايز يعني ينسب كل التعب الذي عملته إلى، فده تعذير لازم المرة دي ما تسكتش. ممكن يكون اللي بينسب الموضوع ده ليه مديرك أو شخص شغال معاك، فهنا ما ينفعش تسكت. يمكن انت كنت تسكت مرات قبل كده، لكن ده الوقت اللي لازم تعترض. ما تخليش أي حد ياخد تعبك أو ياخد الشكرانية من تعب انت تعبت فيه كتير. في خلال الفترة هتسمع كلام من شخص تعرفه او من طريق التواصل الاجتماعي او احاديث في اماكن عامة، هتبقى بمثابة علامة لك، هتبقى علامة ليك، هتحس ان ربنا مديك العلامة دي عشان تقوم باللي المفروض عليه او تقوم باللي يجب عليك ان تفعله. العلامة دي هتظهر لكم يا مريض برج العقرب، تابعوا العلامة وامشوا وراها ونفذوا. العلامة دي هي اللي هتوجهك لطريق، فإن شاء الله خير، واتبع حدثك وأي علامة تظهر لك امشي وراها، لأن هيبقى ده الخير اللي هيجي من وراه اللي انت تتمنى. يمكن في خلال الفترة هتحاول يعني إيجاد استقرار طمأنينة بالأخص مع العائلة أو الأسرة، لكن التحركات أيضا هتأزم الموضوع. يعني انت من جواك بتدور على الأمان، على الاستقرار في التعاملات الناس المقربين ليك، اذا كان اسره عائله، لكن للاسف ايضا الطاقات هتبقى عليك صعبه نوعا ما، بالاخص احنا بنتكلم على البيت الثامن. يمكن دوت النقطه اللي فيها الخوف شويه لما يكون تواجد القمر في البيت المظلم بالنسبه لكم مواليد برج العقرب. يمكن ده ايضا يعني نقطه كبيره ان اللي مستنيين اي امور خاصه بالميراث او اخد حق، للاسف الطاقه في خلال الفتره هيبقى فيها تعطيل وليس الغاء، نقطه مهمه، تعطيل لبعض الامور الخاصه بالميراث او اللي انت تاخد حقك كاملا. لكن التعطيل ده هيبقى في مصلحتك، لان ايضا على ان يعني من منتصف ديسمبر لاخر او لبدايه السنه الجديده ان شاء الله هيبقى فيها خبر جميل جدا خاص بالميراث او اخد الحق. هيتعرض قدامك فرصة للحصول على المكسب السريع، اللي هو صفقة في كلمة ونص، حاجات زي كده هتحصل معاك. اذا كان مثلا رجال اعمال او اذا كان يعني بالتعامل في الارزاقية، بمعنى صح اللي هو التعامل اليوم بيومه او الفلوس اليوم بيومها، فممكن يجي لك فرصة سريعة كسب المال. ديت ان شاء الله امشي وراها، تبقى ان شاء الله فكرة خير، اللي هو انت مكسب سريع لكن حلال، ان شاء الله هتكون معاك وفي نصيبكم هذه الفرصة. بلاش في خلال الفترة ابرام اي عقود
او اوراق او شيكات غير مشرطه بفتره زمنيه. لازم تكون في خلال الفتره دي بالاخص عايز تعمل تمضي او تخلص في اي اوراق او في اي ابرام عقود او شراكات او شيكات حتى، تاكد من تتريخه او من معموله بفتره زمنيه معينه. دي نقطه مهمه جدا ان انت لازم تحدد الفتره الزمنيه. انا بتكلم على دي لان ممكن بالاخص الفتره دي لو حصل حاجه عكس كده ممكن تسبب لكم مشكله في المستقبل خاصه بهذا العقد او بهذا ما تم ابرامه او اتفاق عليه. هتحتاج تعمل جرد فوري اذا كانت الشركات في عمل في الاسره، محتاج لك تعمل جرد فوري لان هيظهر لك حاجات مش مظبوطه او بدات تشك في حاجات معينه. والاحساس اللي هيجي لك بالجرد الفوري ده هيبقى طبيعي لان في خلال الفتره دي مهم جدا ان انت تعمل جرد لبعض الامور من حولك. ديت ايضا هيبقى صفوك من برج العقرب. ان شاء الله يعني من بدايه ديسمبر باذن الله هنتكلم على نظره الخوف من المستقبل اللي هتبدا تقل. يعني هيبقى في بشاير ان شاء الله ليكم بعد ما الدنيا تعبت شوية أو تعبتوا منها خلاص. إن شاء الله بإذن الله تعالى بداية ديسمبر هتبقى فيه يعني نظر المستقبل بطريقة مختلفة، يعني أمور تبقى متوضحة أكتر. إن شاء الله هتبقى خير عليكم يا برج العقرب. الشجاعة والجراءة والعزيمة هتبدأ ترجع لك تاني اللي أنت تقدر وقادر دايما على الوقوف من جديد. يا برج العقرب الصعوبات كانت كتيرة والضغوطات كانت صعبة، ويمكن ده احنا جايين على نص وقتها. يعني برضه ايضا عشان احنا بنتكلم على فيه اساسا يعني تواجد لزحل في شبه مربع على تشيرون، في خلال الفتره ايضا هتبقى المواضيع مثلا صعبه شويه كنفسيه كاحساس كاضطراب كضغط كانطوائيه في بعض الامور. لكن ان شاء الله احنا بنتكلم على من بدايه ديسمبر تدريجيا هتلاقي الطاقات دي بدات تقل تاني. من يوم 10 ديسمبر ده هيبقى انفراج عليكم وعلى معظم الابراج. من يوم 10 ديسمبر ان شاء الله هتبقى انفراج عليكم وعلى معظم الابراج، وباذن الله تعالى هتبقى خير للجميع. وبكده يبقى وصلنا لحلقه النهارده. اتمنى تنال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه اعجاب حضراتكم. محتاج منكم الدعم عن طريق الشير الاشتراك اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.